السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث الآن عن مقدمة بسيطة لهذه المادة، والتي أود في البداية أن أشكر شكرا خاصا لمنصة رواق لإتاحتي لهذه الفرصة، والتي تعد من أجل إنشاء هذه المادة كإكمال متطلبات الماجستير الخاصة في من رسالة. وأيضا أود أن أرحب بكم، فأهلا وسهلا بكل الملتحقين بهذه المادة، مادة تصميم التدريس والمستحدثات التكنولوجية في منصة رواق التعليمية. وأرجو للجميع الاستفادة من هذه المادة، كما أنني على استعداد لتلقي أسئلتكم حول هذه المادة. مخطط المادة. في البداية سنتعرف سويا ما هو تصميم التدريس. سننتقل من تصميم التدريس إلى بعض المستحدثات التكنولوجية على اعتبار أنها استراتيجيات جديدة في التصميم. ثم سنتعرف على وينجي جو وما هو وينجي جو، ليتمكن أي منا من تطبيق محتوى لهذه المادة. من ثم سيتم التعرف على ما يلي. سنتعرف إلى التعلم المقلوب والسحابة المحوسبة والرحلات الافتراضية. سنتعرف إلى كل من هذه الثلاث مستحدثات بشكل عام، ثم سنطبقه من ناحية تعليمية، أي أنا لن نتعمق في مفاهيم الرحلات الافتراضية والسحابة المحوسبة والتعلم المقلوب، لكن سنتعمق بهم من ناحية تعليمية أكثر. أرجو للجميع الاستفادة من هذه المادة، وأنا على استعداد لتلقي ملاحظاتكم، وشكرا لكم.